هلا رح نبدأ بالمقاومة الكهربائية صفحة 55. المقاومة الكهربائية هي إعاقة لحركة الشحنات الحرة داخل الموصل بسبب وجود الذرات والشحنات الأخرى. شو يعني إعاقة لحركة الشحنات؟ لو جبت ورسمت موصل فلزي، هذا الموصل الفلزي وصلته مع بطارية طبعا الموصل الفلزي أو الفلز اللي بتصنع منه هاي الأسلاك بالعادة بيكون بيمتلك ذرات. مثلا لو افترضت انه هذا السلك معاي من النحاس، هنا في الموصل أو السلك هذا بيكون في معاي ذرات من المادة نفسها، من البنية الذرية للمادة بيكون في معاي ذرات، تمام؟ هلا اللي بيصير معي انه طلع التيار، مرت الشحنات من خلال السلك بهذا الشكل، وصلت لهون. هلا الشحنات بدها تدخل من هون وتوصل للطرف الثاني عشان تكمل مسارها او عبورها، تمام؟ لما تيجي الشحنات تدخل للموصل، شو عم بصير فيها؟ راح تبلش تصطدم مع الذرات، راح تبلش تصطدم مع ذرات الموصل. يعني التيار في هاي الحاله ما راح يمر كله او ما راح يكمل مساره، تمام. هلا كوني انا حكيت لك معاي سلك من مادة النحاس، اذا انا بعرف انه هاي الذرات الموجودة في المادة رح تكون قليلة. ليه حتكون قليلة؟ لانه بعرف انه السيو مادة او موصل جيد، علشان هيك هاي الذرات حتكون قليلة معاي. فهاي المقاومة شو هي بتكون؟ تعمل إعاقة لحركة الشحنات. كيف إعاقة؟ يعني ما بتخلي الشحنات تمر، تمام؟ بسبب شو؟ بسبب وجود هاي الذرات داخل السلك الموصل. طيب هلأ بدي أتعرف على العوامل اللي ممكن تأثر لي على المقاومة الكهربائية. من ضمن هاي العوامل اللي ممكن تأثر لي على المقاومة الكهربائية، أولها قطر السلك. شو يعني؟ مثلا كان معاي أنا سلك موصل، هيا هذا هو قطر السلك. إذا لاحظت في فرق طبعا ما بين الرسمتين، هاي قطر السلك، هذا هو قطر السلك. إذا افترضت إنه هذا مثلا معاي السلك ألف وهذا معاي السلك باء، بيحكي لنا إنه زيادة قطر السلك تزداد قيمة التيار المار فيه. طيب شو السبب؟ لأنه أكيد حتكون معاي المساحة الموجودة للسلك أو مقطع السلك أكبر. كونها تكون معاي المساحة أكبر بتخلي الشحنات تتحرك بحرية أكبر، فهاي الحالة بتكون الممانعة للسلك أقل. كل ما زادت قطر السلك بتكون ممانعة أقل، كل ما قل قطر السلك بتكون ممانعة أكبر. ليه؟ من خلال القانون إنه ميم بتساوي جيم على تاء. أنا بعرف إنه في عندي علاقة طردية ما بين المقاومة والجهد، بس العلاقة عكسية مع المقاومة والتيار، صح؟ فكل ما قل قطر السلك قلت المساحة، يعني هون في عندي ذرات، صح؟ هيها ذرات. فلما تكون هون عندي ذرات ومعاي المقاومة بدي مر تيار، ماشي، التيار حيكون قليل بس المقاومة عالية لأنها بتمانع مرور هاي التيار. فلما تزيد معاي قطر السلك رح يتحرك التيار بحرية داخل هاي الذرات، تمام؟ فبتزداد قيمة التيار. فلو افترضت انه في السلك ألف مر تيار مقداره 5 أمبير، هذا التيار، في التيار السلك باء حيكون مثلا الضعف 10 أمبير. فبحكي من خلال قطر السلك التيار الموجود عند السلك باء أكبر من التيار الموجود عند ألف. ليه؟ لأنه قطره أكبر، والقطر له علاقة بالمساحة، كل ما كانت مساحة أكبر تتحرك الذرات أو الشحنات بحرية داخل هاي الذرات، تمام؟ 2 طول السلك. بدي ارسم سلك، هاي بدي ارسم سلكين، هاي السلك الاول
وهي السلك الثاني. تمام، شو علاقة الطول في المقاومة؟ هاي السلك ألف وهاي السلك باء. إذا افترضت أن طول السلك ألف مثلا 3 متر وطول السلك باء 10 متر، بحكي لي زيادة طول السلك بتسبب إلى تعرض الشحنات لممانعة أكبر، كونها تعرضت لممانعة أكبر يعني حتزيد المقاومة. كيف حيصير؟ زيادة الطول رح يمر فيه زيادة طول السلك. هون عندي ذرات اللي هي الموجودة داخل الموصل، كل ما كانت الذرات موجودة أكثر أو لمسافة أطول، يعني طول السلك هاي الذرات، ومرت الشحنات، هاي الشحنات اللي حتمر حتتعرض لممانعة أكبر من إنه لما يمر هون معاي شحنات وتعرضت لممانعة أقل، صح؟ فزيادة طول السلك حيزيد الممانعة يعني حيزيد المقاومة. يعني بقدر أحكي إن المقاومة عند باء هي أكبر من المقاومة عند ألف، صح؟ الإشي الثالث هو نوع المادة. طبعا هون نوع المادة بيختلف من مادة لأخرى، لأنه بتختلف عدد الذرات الموجودة في السلك الموصل. أكيد السلك الموصل للألمنيوم بيختلف عن النحاس، بيختلف عن الذهب، بيختلف عن الفضة، فنوع المادة بتختلف حسب السلك الموصل، فالذرات بتختلف الموجودة في السلك من مادة إلى أخرى. نلخص لك إياها بشكل أخير، العوامل بتأثر في المقاومة الكهربائية، قطر السلك، كل ما زاد معاي قطر السلك بيزداد التيار بتقل المقاومة، كل ما زاد قطر السلك، هيك رح أعمل لك إياها بالأسهم، زاد قطر السلك بيزداد معاي التيار، والتيار والمقاومة علاقة عكسية، إذا حتقل المقاومة. طول السلك، كل ما زاد معاي طول السلك حتقل، حيقل التيار لكن حتزداد المقاومة. نوع المادة المصنوع منها بيعتمد على نوع المادة مثل ما حكينا قبل شوي. وآخر إشي رح أحكي إنه في عندي أنواع للمقاومات، مقاومات ثابتة المقدار يرمز لها بالرمز هذا الشكل، ومقاومات متغيرة في المقدار يرمز لها بالرمز هيك نفس الإشي بس عليه سهم، هاي بنسميها مقاومة متغيرة وهاي بنسميها مقاومة ثابتة. كمان في نفس الإشي عندي أنواع المقاومة، غير إنه عندي مقاومة ثابتة ومقاومة متغيرة، عندي مقاومة تلاقيها مقاومة كبيرة ومقاومة صغيرة. المقاومة الكبيرة تستعمل مع أجهزة القياس لحمايتها من التيارات الكهربائية، أما المقاومة الصغيرة بستعملها مع الأجهزة اللي بدها تسخين، بدها حرارة، بدها تيارات عالية مثل السخان مثل الهيتر، بدي أحط له مقاومة قليلة عشان تزداد معاي مرور التيار فيه عشان يسخن أسرع. تمام، فرقنا بين المقاومة الكبيرة والمقاومة الصغيرة، المقاومة الثابتة والمقاومة المتغيرة بهذا الرمز يرمز لهم. طيب سؤال فكر، تفكير ناقد صفحة 57، بيحكي لنا استخدم الهاتف النقال عدة أيام قبل إعادة شحنه عندما تكون بطاريته بحالة جيدة، لكن البطارية المستهلكة لا يدوم شحنها طويلا. إذا علمت أن البطارية تحتوي على مواد كيميائية لها مقاومة لمرور التيار الكهربائي تسمى المقاومة الداخلية للبطارية، فسر ما يحدث للمقاومة الداخلية مع كثرة الاستخدام. هلأ بدي شو بصير المقاومة الداخلية مع كثرة الاستخدام؟ العلاقة ما بين المقاومة والتيار علاقة عكسية من خلال القانون ميم بتساوي جيم على تاء، فكل ما زاد المقاومة حيقل معاي التيار. فأنا شو كاتب لك؟ كاتب لك إن كل ما زاد استخدام البطارية تزداد المقاومة، تمام؟ وبينتج عن ذلك إنها تستهلك لهذه المقاومة جزء من الطاقة، في هاي الحالة حتنفذ طاقتها بزمن أقل. فالجواب شو حيصير المقاومة الداخلية مع كثرة الاستخدام؟ رح تنفذ الطاقة بزمن أقل، تمام؟ هلأ رح أبدأ بالحل وأشوف كيف بقدر أطبق على قانون أوم. عندي المثال 6-2، صفحة 57. هذا المثال بيحكي لنا مصباح كهربائي مقاومته 1.6 أوم، هي المقاومة 1.6 أوم.
احسب فرق الجهد بين طرفي كي يمر تيار كهربائي مقداره 7.5. التيار اللي يمر 7.5 أمبير وفرق الجهد بين طرفي هذا اللي طالب أحسبه. كيف بدي أحسب؟ عشان أعلمك طريقة سهلة للحل، دائما في قانون أوم أنا بحب إنه الطالبات أو فضل إنه الطالبات يستعملوا هذا المثلث. هذا المثلث كتير سهل عليه عشان ما تخربطوا شو مطلوب معك. مثلث قانون أوم، هيا مثلث أوم، هون بحط المقاومة وهون بحط الجهد وهون بحط التيار. بين ميم وتاء تحت في قاعدة المثلث بتكون إشارة ضرب. بين جيم وتاء أو جيم وميم هاي الخط القطعة هي عبارة عن قسمة، تمام؟ فأنا طالب من الجهد، هاي مطلوب من الجهد. كيف بدي أستعمل من خلال القانون من خلال المثلث أطلع القانون؟ بحكي الجهد المطلوب. الجهد هو عبارة عن إيش؟ عن ميم ضرب تاء، ميم ضرب تاء، مباشرة بحل عليه. مطلوب الجهد المقاومة كم؟ 1.6 ضرب كم التيار؟ 7.5. فبيطلع معاي إنه الجهد بيساوي 12 فولت. وسألني سؤال، هل يمكن استخدامه في المنزل أم في السيارة؟ طبعا الجواب أكيد في السيارة، لأنه بيعمل على جهد مساوي لجهد البطارية. جهد 12 فولت هي نفس جهد البطارية في السيارة. المثال الثاني موجود صفحة 59، بحكي لنا وصلت مقاومة مقدارها 6 أوم. مثال 6 إلى 3، وصلت مقاومة مقدارها 6 أوم في دائرة كهربائية، فكان فرق الجهد بين طرفيها 3 فولت. جد ما يلي مقدار التيار. طالب مني أول إشي التيار، نفس الإشي بدي أستعمل على المثلث. بدي التيار، كيف بدي أطلع التيار؟ قانون التيار من المثلث، التيار بيساوي الجهد تقسيم المقاومة. التيار بيساوي الجهد تقسيم المقاومة، فالتيار بيساوي كم الجهد؟ 3. طب كم المقاومة؟ 6. 6 على 3.5، مش تخربطوا وتحكوا لي 2. 6 على 3.5، نص ايش؟ امبير. وانتو مش القسم كتير شاطرين. الفرع الثاني بيحكي لنا جد مقدار المقاومة للحصول على تيار يساوي 3 أضعاف التيار السابق. شايف التيار السابق اللي طلعناه نص امبير؟ بدي اياه يصير 3 أضعاف واحسب المقاومة. كيف بعمل؟ بحكي انه التيار بيساوي نص، بدي اياه 3 أضعاف التيار، بضرب ضرب 3، فبتصفي انه التيار عبارة عن 3 على 2 أمبير. هاي التيار الجديد اللي صار معي، هاي قيمة التيار الجديد اللي معي، والجهد معي 3 فولت. بدي احسب قيمة المقاومة. المقاومة شو بتساوي من خلال المثلث؟ هاي المقاومة، هاي اللي بدي اياها، صح؟ هي عبارة عن ايش؟ جيم تقسيم تاء، فالمقاومة بتساوي جيم على تاء. المقاومة بدنا اياها كم؟ الجهد كان، الجهد كان عبارة عن 3 على التيار، كان 3 على 2. اخذنا قاعدة واخذناها بالرياضيات، وانا كنت احكيها بالعادة في فصل قانون كولوم، انه مقام المقاوم بسط بصير، تذكرينها يا عاشر؟ فبتصير المقاومة بتساوي 3 ضرب 2 على 3، فالمقاومة بتساوي 6 على 3 وبتساوي 2 أوميجا بهذا الرمز، تمام؟ خلينا نيجي لمراجعة الدرس. صفحة 60، اذكر نص قانون أوم. طبعا احنا ذكرنا اول الحصة نص قانون أوم، وعبر عنه بالعلاقة الرياضية. العلاقة تبعته هي ميم بتساوي جيم على تاء. السؤال الثاني بيحكي لنا وصلت مقاومة مقدارها ميم في دائرة كهربائية بطرفي بطارية جهدها جيم، وكان التيار الناتج تاء. ماذا يحدث لقيمة التيار
إذا نقصت قيمة المقاومة إلى نصف ما كانت عليه؟ خليني أشرح لك السؤال. كانت معاي دارة فيها ميم بتساوي جيم على تاء. هلأ شو بصير إذا المقاومة صارت نص؟ المقاومة صارت نص على القانون. خليني أعوض، مش القانون معاي جيم على تاء، تعال نعوض. نص بتساوي جيم على تاء. طب يعني جيم على تاء وضربيها ضرب نص، شو رح يصير للمقاومة الجديدة؟ المقاومة القديمة كانت معي ميم بتساوي جيم على تاء، هاي القديمة. طب الجديدة إنها ميم الجديدة بتساوي مي جيم على تاء ضرب نص، فميم الجديدة صارت معانا جيم ضرب واحد جيم على تاء ضرب اتنين اتنين تاء. مش أنا بتذكر العلاقة كانت ما بين المقاومة والتيار علاقة عكسية؟ إذا المقاومة قلت للنص، قلت للنص، إذا حتزداد قيمة التيار إلى الضعف، صح؟ من خلال العلاقة ما بين المقاومة والتيار. السؤال الثالث بيحكي لنا فسر كيف تنشأ المقاومة الكهربائية في الموصلات. كيف بتنشأ المقاومة الكهربائية في الموصلات؟ نفس ما حكينا إنه الفلزات بتمتلك ذرات أو إلكترونات بتموجودة حولها، بتدور حولها بصورة مستمرة. عند مرور التيار الكهربائي فهاي الإلكترونات رح تصطدم مع ذرات الفلز، وبتنشأ عن هاي التصادمات مقاومة وأيضا ارتفاع في درجة الحرارة. مثل ما تذكرنا مرة ثانية أذكركم فيها، هاي معاي موصل من مادة الألمنيوم بيحتوي على ذرات، هاي الذرات الموجودة فيه. كيف رح تنشأ معاي المقاومة؟ بدي أوصله ببطارية، حيمر معاي التيار هيك. هلأ هاي التيار اللي هو الشحنات وصل لهون لبداية طرف السلك، هاي وصل لهون، بدي يمر لها ذرات، هاي الذرات رح تعيق حركته، صح ولا لا؟ كونها عملت على إعاقة حركته ونشأ ما بين الذرات والذرات الموجودة أو ما بين الشحنات والذرات الموجودة للموصل تصادمات، إذا تكونت عندي مقاومة وأيضا ارتفاع في الحرارة. السؤال الرابع بيحكي لنا أجري التجربة لمعرفة مقاومة كهربائية مجهولة بقياس فرق الجهد بين طرفيها والتيار المار فيها، مثلت نتائجها بيانيا في الشكل 6-16 معتمدا على الشكل. ما مقدار فرق الجهد عندما كان التيار في المقاومة 1.5؟ هذا السؤال كتير سهل، بمثل العلاقة ما بين فرق الجهد والتيار. فرق الجهد على محور الصادات والتيار على محور السينات. العلاقة قلنا عبارة عن علاقة طردية خطية. بيحكي لنا ما مقدار فرق الجهد لما كان التيار 1.5؟ هيها التيار 1.5، هي التيار 1.5، كم حيكون معي فرق الجهد بس من خلال الشكل حاطولها؟ إذا بتتذكروا مثل ما إجاكم في امتحان الشهر الأول، متذكرينها الرسم البياني؟ لما كان التيار 1.5 كم حتكون معاي فرق الجهد؟ 3 فولت من خلال الرسم. هاي همين الرسم. فرع با، ما مقدار التيار عندما كان فرق الجهد 3.5؟ إذا فرق الجهد 3.5 كم مقدار التيار؟ هلا 3.5 مش موجودة معي، كيف بدي أطلعها؟ هي بتكون ما بين 3 و4، هيها 3.5، 3.5 بين 3 و4. إذا كان فرق الجهد 3.5 كم حيكون قيمة التيار؟ بدي أنزل خط مستقيم، هيا اصطدم بالخط فبروح بنزله. هاي القيمة بدي أعرف شو هاي القيمة. إذا هاي 1.5 هاي كم لازم وهاي 2، بين 1.5 والاثنين كم لازم تكون؟ 1.75، فالتيار 1.75 أمبير. كمان أيضا من الرسم طلتها. الفرع الثالث، ما مقدار المقاومة المستخدمة في التجربة؟ مش أنا قلت الميل بمثل لي بين فرق الجهد والتيار، الميل بمثل المقاومة. كيف بدي أطلع الميل؟ بطلع الميل من خلال القانون. الميل مش هو بيساوي دلتا صاد على دلتا سين؟ طب مين معي على محور الصادات؟ دلتا جيم. ومين معي على محور السينات؟ دلتا تاء. دلتا جيم قلتها مبارح في درس مبارح، دلتا يعني التغير، يعني الفرق ما بين جيم 2 ناقص جيم 1 على تاء 2 ناقص تاء 1. فبدي اخذ قيمتين للجيم وقيمتين للتاء واطلع معي المقاومة. مثلا خلينا ناخذ للجهد 3 و1،
3 ناقص 1 على لما كانت 3 كم كان التيار 1.5، ولما كانت 1 كم كان التيار نص. فثلاثة ناقص 1 على 1.5 ناقص نص، تطلع معانا 3 ناقص 1 اللي هي 2 على 1.5 ناقص نص فهي 1، فبتساوي 2 أوم. هي المقاومة. ويعطيكم العافية، هيك بكون انتهى الدرس.